في حاجة برضو زي ما قلنا في الأول عايزين نسلط الضوء عليها، وهي دور اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات. الحقيقة أنتوا يعني جزء كبير من النجاح يرجع لهذه اللجنة ولتعبها ومجهودها، ياريت برضو حضرتك تلقينا الضوء على الدور ده. يعني هو طبعا بفضل الله، يعني طبعا لازم برضو ندي الحق للناس صاحبة الحق. القيادة السياسية في مصر واعية جدا فوق ما حضرتك تتخيل لكل اللي بيحصل وانتشار الفيروس والمشاكل بتاعته وتبنت العلاج. الدكاترة الصغيرين اللي حضرتك اللي القيادة بتدي أوامرها إن اللجنة تتحرك، الدكاترة دول بيشتغلوا بشكل غير معقول يعني، وبيعملوا مجهود كبير. التمريض يعني في ناس كتير ورا ده الحقيقة. اللجنة فعلا هي بتاخد الأوامر وبتبعت للناس، ده صحيح، وبتعمل مجهود كبير، وهي اتشكلت من 2006 نهاية 2006 علشان يبدأ مواجهة للفيروس عن طريق الانترفيرون القديم. ده كان علاج، ده ما عالجش ناس كتير قوي، لان الانترفيرون ده كان دواء صعب متعب، مش زي الادويه دلوقتي كان الواحد بياخدش حاجه، واثار جانبيه ومش كل الناس تقدر تاخده، نسبه الشفاء ما كانتش عاليه، ففي النهايه انت عالجت بضعه مئات من الالوف. لكن ده عمل حاجه كويسه قوي، انه حط اسس او انفراستراكشر او قواعد اساسيه بناء عليه، ان في ناس بتفهم في الكبد في كل محافظات مصر ويعرفوا ازاي يشخصوا، يعرفوا ازاي يعالجوا، بحيث لما العلاج ده جه حتى الشركات الأدوية اللي كان بيتم التفاوض معاها كانوا عايزين ان الناس تتعالج بكميات كبيرة عشان يقدروا يخفضوا السعر، الأرقام المذهلة اللي نزلت دي. كان أول سؤالهم هتعالجوهم ازاي؟ فكان عن الانفراستراكشر دي أو القاعدة الأساسية من العلاج موجودة جاهزة، فهم كانوا معجبين بجهوزيتها، وكان اوريدي احنا ناشرين أبحاث في الموضوع ده كتيرة، فقالوا يلا نبدأ فيها. وبرضه هي القواعد دي اللي هي قائمه على الاطباء المنتشرين في محافظات مصر كلها، طبعا قعدت تزيد، يعني البدايه كان اعداد بسيطه خالص مثلا 10 وحدات، وصلت دلوقتي لحد 100 وشويه وحده، غير وحدات التامين الصحي اللي زيها في العدد، فنتكلم على 200 وحده في محافظات مصر كلها حتى المحافظات البعيده. دول كلهم قادرين على علاج الناس، والعلاج لما بتوصله بيستخدموه بنجاح شديد، وكل وحده بتعالج عشرات الالوف، كل واحد بتعالج اعداد رهيب. فاللجنة دورها تنسيقي في الحاجات ده، هي بتحط القواعد والبروتوكولات العلاجية وتشرف على ان ده يتنفذ بشكل مظبوط، وبعدين دلوقتي بتشرف برضو على المسح ده عن طريق، يعني برضو لازم نعطي متابعة النتائج. وزيرة الصحة طبعا، انا بتكلم عن القيادة السياسية طبعا، رئيس الجمهورية والحكومة ومعالي وزيرة الصحة المشرفة بنفسها على كل متابعة بشكل خطوة. يومي اكتر من يومي حضرتك، حاجة مذهلة. وبرضو يمكن حضرتك قبل كده ناقشت ده مع الاي تي الجزء، نقلنا النتائج من غرفة العمليات تتحدث كل ساعة، دي حاجة لم تحدث في مصر قبل كده ولا في العالم، وهتنقل التجربة دي لدول العالم التاني، العالم، وهتنقل في مصر على نطاق على مشاكل أخرى، على مشاكل أخرى، وهكل والمنظومة الصحية في مصر هتنتفع جدا بما يحدث الآن، وحضرتك هتشوف الكلام ده إن شاء الله. آخر سؤال لي، الحاجة المباشرة اللي تهم المشاهد والمريض، شكل مريض الكبد اللي جاله فيروس سي وأثر على حياته ووصل لتدمير كبده كان إيه؟ وحضرتك كنت بتشوفهم كأستاذ ومن أيام ما كنت نايب، وإحنا كان عندنا مشكلة دايما وإحنا امتياز في القصر العيني، مرضى الفشل الكبدي ويوم الزيارة ويجيبوا لهم الفرخة اللي يتقود بيها، نخش في الغيبوبة في ليلتها، وبعد العلاج شكله هيبقى إيه وشغله إيه وحياته إيه؟ حاجة تانية خالص طبعا، يعني حاجة مفرحة الحقيقة. أنا عايز بقى أوصف كان إيه؟ يعني احنا انا مش عايز كئيب مع الناس، بس احنا عايزينه عشان الناس تهتم. هو طبعا بتتوقف الفيروس عامل ايه في الواحد، يعني الفيروس موجود فيه بس خامل او ما عملش حاجة لسه وما اثرش على تليف ولا غيره، ممكن ما مش عامل حاجة، لكن الناس اللي عندها بقى قدر من التليف، خلاص سيبنا من يعني الغيبوبة الكبدية وبتاع، يعني دي في النهاية ربنا يرحمه بعلاجات والأدوية إن شاء الله يستريح، لكن نتكلم على اللي هو داخل على التليف، بيبقى منهك ولونه حتى بيتغير، يعني هو المريض اللي بيقول لنا ده مش لوني، لون الشكل بيخس، هو مش عارف بيخس ليه، وأكله بتأثر، مش بيستريح في الأكل، يعني أنت تقول له على تنبيه في الأكل يقول لك مش عارف أكل، شوف لي أعرف أكل إزاي، حياته بتبقى يعني كل لحظة في حياته بتتأثر.
بعد العلاج، والحقيقه حضرتك مش هتصدق يعني، او اذا كنت شفت مرضى نفسك بعد العلاج بحاجه بسيطه قوي يعني، الراجل يبتدي بس اسبوع او اتنين من العلاج يبتدي يشعر بالفرق فعلا، تغيير مدهش، تغيير مدهش. فالحياه بتنقلب للشخص وللعيله طبعا، وبيبقى حاجه كان يعني زي واحد عمل عمليه وشال الحاجه اللي تعبانه، المراره اللي تعبانه، حاجه شبه كده يعني. ربنا يشفي كل مريض.